طابت أوقاتكم. البداية مع العناوين. ترامب يتصل بالرئيس عون، سنعقد مؤتمراً عن لبنان الأحد. أبو الغايد، سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة لبنان. وحزب الكتائب يستقيل من مجلس النواب. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb ومن خلال فيسبوك وتويتر. البداية من قصر بعبدة الذي شكل محور الزيارات الإقليمية والعربية والدولية. المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا جويس نوفل. جويس، يعطيك العافية. إذن وفود عديدة زارت قصر بعبدة اليوم، فما هي أبرز المواقف الصادرة عن القادة الداعمين للبنان في هذه المحنة الصعبة؟ بالفعل باميلا، يعني شهد قصر بعبدة اليوم سلسلة لقاءات عربية وغربية، ولابد من الإشارة إلى أنه في هذه الأثناء وصل إلى قصر بعبدة هذا اللقاء أو الموعد الثالث رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، على يعني مع وفد صغير من الاتحاد الأوروبي. هو كما ذكرت الموعد الثالث، وكل هذه اللقاءات تأتي عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب، وما سببوا من دمار ومن خسارة لعدد كبير من الشهداء وسقوط عدد أكبر من الجرحى وعدد من المفقودين والأضرار المادية التي وقعت جراء هذا الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت، في تحديدا في العنبر رقم 12. قبل زيارة ميشيل كانت هناك زيارة لنائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، وأيضا يرافقه وزير الخارجية التركية محمود جاويش أوغلو، وصل إلى قصر بعبدة. واللافت كان في زيارة الوفد التركي باميلا العدد الكبير، يعني وفد كبير العدد ورفيع المستوى، هكذا تم التعريف عن الوفد المرافق للوفد التركي لنائب رئيس التركي. أيضا كان في هذا اللقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون كان هناك حديث طويل من قبل الموفد التركي نائب الرئيس أقطاي عن مساعدات ستقدمها تركيا إلى لبنان في ميادين كافة، وقال أنه فور حدوث الانفجار اتصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس اللبناني، وقال أنه تركيا تضع كل إمكاناتها الجوية والبرية بتصرف لبنان. وقال نائب الرئيس أنه بالفعل وصلت حتى الساعة إلى لبنان مستشفيين ميدانيين، وأيضا عدد كبير من المساعدات الطبية والمستلزمات والأدوية والغذاء، وأيضا كميات من الطحين، وهناك أمور أخرى سيتم أيضا إرسالها تباعا إلى لبنان. تحدث أيضا عن إمكانية أو العمل على مساعدة لتفعيل المستشفى التركي للحروق في صيدا، وقال أنه لم يبدأ العمل بهذا المستشفى وكل ما يستلزم سنكون جاهزين أيضا لإتمام هذا المستشفى ويدخل حيز التصرف بالنسبة للبنانيين. أيضا قال أنه عرض على رئيس الجمهورية أن يكون مرفأ مرسين مرفأ مخصص وجاهز للبنان، أي أن كل ما يريده لبنان بدل مرفأ بيروت أن يصل إلى المرفأ التركي، ومن ثم تأتي هذه البضائع من تركيا عبر بواخر صغيرة. يعني هناك أمور كثيرة طرحها الموفد التركي نائب رئيس تركيا، يعني نائبه لرجب طيب أردوغان بالتحديد. فهذا بالنسبة للموفد التركي. هناك أمور عديدة أخرى يعني كان الحديث عنها كلها تصب بالمساعدات التركية الممكنة للبنان. أيضا كان زار الموعد الأول كان لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغايط، أيضا
تحدث أحمد أبو الغيط عن المساعدات التي يمكن أن تقدمها الدول العربية، واعتبر أنه خلينا نقول ردة الفعل الأولى العربية اعتبرها جيدة جدا، ووصفها بأنه يعني ارتاح لهذا التصرف العربي التلقائي من إرسال مساعدات إلى لبنان جراء الانفجار الكبير وجراء تداعيات هذا الانفجار الكبير الذي حصل كما ذكرنا بالأرواح وماديا وكل الأضرار التي لحقت. قال أنه ينتظر من الدولة اللبنانية ومن الدول العربية ما يمكن تقديمه تحديدا للبنان، وعن الإمكانات يعني أيضا العربية كيف يمكن أن تساهم بالنسبة للبنان. وقال أنه الشعب اللبناني تغلب سابقا على صعوبات ومر بصعوبات كثيرة وتمكن من الخروج من هذه الصعوب، فأكيد سيتمكن الشعب اللبناني من الخروج من هذه الأزمة الراهنة بقوة وعزيمة عبر أولا شجاعة الشعب اللبناني، وثانيا عبر المساعدات التي يمكن أن ترسل ويتم. يعني هون كان الحديث عن تضافر الجهود العربية بالنسبة للبنان. أيضا تحدث عندما سئل عن احتمالات سبب الانفجار والتحقيقات، قال أنه التحقيقات جارية ولا أحد يعلم يعني. واستشهد بكلام رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بالأمس عندما تحدث عن أكثر من احتمال، إما احتمال سوء إدارة وأهمال يعني حصل حادث أدى إلى الانفجار، أو حتى عن احتمال تدخل خارجي عبر قنبلة أو صاروخ، فقال أنه هذا الموضوع متروك للتحقيق. وأشار أبو الغيط أيضا إلى أنه قال للرئيس عون عن استعداد الجامعة العربية لإرسال فريق متخصص بالتحقيقات وما يجري وملابسات من يعني كيف وصلت الأمور إلى أحداث هذه الكارثة وهذا الانفجار. هذا بالنسبة لأبو الغيط. أيضا في هذا اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وأمين عام الدول العربية أحمد أبو الغيط، شدد الرئيس عون على أنه لبنان بحاجة إلى أي مساعدة في المجالات كل المجالات، واعتبر الرئيس عون أنه الأمل كبير بالدول العربية الشقيقة، وقال تحديدا أنه الدعوة مفتوحة إلى كل الدول العربية والصديقة للمساهمة في إعادة أعمار بيروت. يعني هذا بمختصر ما جاء في الزيارات الثلاثة يلي كانت اليوم بقصر بعبدة. أيضا خليني بس أقول أنه بالنسبة للموفد التركي كان أبدأ استعدادهم إلى وصول طائرات يمكن أن تنقل جرحى من لبنان إلى مستشفيات تركيا لتتم معالجتها. أيضا اللافت باميلا اليوم عدا عن الزيارات التي تحدثنا عنها عن ثلاث زيارات، هو اتصال من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون برئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون يلي نقل له تعازي الملكة البريطانية إليزابيث وأيضا تعازي الشعب البريطاني. وأكد بوريس جونسون دعم بلاده للشعب اللبناني الصديق وأرسال المساعدات العاجلة ومساعدات ومعدات طبية وأيضا المساهمة بإعادة أعمار المرفأ والممتلكات المتضررة. وأيضا أكد أن بريطانيا ستشارك في المؤتمر الدولي الذي دعت إليه باريس غدا، رح يعقد بكرة بفرنسا بباريس تحديدا، وسيحضر عدد كبير من رؤساء الدول ورؤساء حكومات الدول والقادة. لكن هذا الاجتماع بطبيعة الحال والمؤتمر سيكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سيكون التنسيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لن يكون تنسيق مباشر مثل ما اعتدنا على المؤتمرات، وذلك بسبب أزمة كورونا. فهيك رح يكون التواصل مع بين رؤساء الكتل، رؤساء الجمهوريات وقادة الدول، وبطبيعة الحال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون اللي رح يكون له أكيد كلمة غدا في هذا المؤتمر. وقال أنه بريطانيا ستعمل مع الأمريكيين والفرنسيين والألمان لإعادة أعمار المنشآت التي تضررت وتنمية قدرات لبنان في هذه الظروف الصعبة. أيضا الرئيس عون توجه إلى بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية وقال أنه التضامن الذي
أديتموه تجاه لبنان يعكس عمق العلاقة الثنائية والتاريخية بين لبنان وبريطانيا، وأمل من مؤتمر الدعم غدا تمكن لبنان من تجاوز محنته. هذا ما قاله الرئيس عون لرئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون. هيدي باميلا يعني باختصار إن كان اللقاءات الثلاثة لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع أمين عام جامعة الدول العربية، مع نائب رئيس التركي، ومع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، والاتصال مع بوريس جونسون. نستمع باميلا الآن إلى أبرز ما جاء على لسان أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. أوضحت له المساندة المطلقة من قبل الجامعة العربية، واستعدادنا للمساعدة والدعم بما هو متاح لدينا، ولدينا قدرات معنوية تجميعية للحشد العربي. من ناحيتي أستشعر الكثير من الرضا لرد الفعل العربي. رد الفعل العربي كان سريع للغاية، وقدم للبنان احتياجاته الفورية. واستمعت إلى تقرير من فخامة الرئيس بأن هناك الآن اكتفاء بالمواد الطبية والاحتياجات الطبية المطروحة. عبرت له عن الأمل أنه يصلنا كل احتياجات لبنان لكي ننقلها إلى المجتمع العربي، إلى الدول العربية، إلى المجتمع الدولي، إلى أمين عام الأمم المتحدة. من ناحيتي سوف أشارك في الاجتماع الذي دعت له فرنسا على مستوى القمة غدا للتحدث فيه والتعبير عن الدعم للبنان. سوف أنقل إلى الدول العربية ووزراء الخارجية ربما مساء اليوم أو صباح باكر تقرير كامل عن مشاهداتي وعن كل هذه الزيارة. ننوي أن نطرح بند جديد على مجلس، على جدول أعمال مجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، وهو ينعقد في خلال أسابيع قليلة، للدعم المستمر الدائم للبنان. ننتظر ما سوف يأتينا من الدولة اللبنانية، من الحكومة اللبنانية، احتياجاتها، خططها، أفكارها لهذا الطرح. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع الرئيس العماد ميشيل عون، واتفقا على عقد مؤتمر عبر الفيديو الأحد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سبق ودعا إلى هذا المؤتمر وقاد من لبنان ومن مختلف أنحاء العالم للنظر في كيفية مساعدة بيروت المنكوبة عقب انفجار المرفأ. كما أعلن عن انطلاق 3 طائرات أمريكية محملة بالمساعدات تتجه نحو بيروت. At 3 p.m. this afternoon, I spoke with President Aoun of Lebanon to inform him that 3 large aircraft are on the way, and they're fully loaded with medical supplies, food, water, and many other things, lots of emergency equipment. Also, first responders, technicians, doctors, and nurses are on their way. This was an event like the world has not seen for a long time. Horrible event. We'll be having a conference call on Sunday with President Macron, leaders of Lebanon, and leaders from various parts of the world. Everyone wants to help. وإلى مرفأ بيروت مجددا، حيث دعت قيادة الجيش مديرية التوجيه الوسائل الإعلامية للقيام بجولة داخل بقعة الانفجار في المرفأ للاطلاع على مجريات أعمال البحث والإنقاذ وإزالة الأضرار. ومن هناك تنضم إلينا الزميلة لارا الهاشم لتضعنا في الأجواء. لارا، تفضلي، ما هي أبرز المشاهدات في هذه الجولة؟ أكثر
نعم باميلا، في هذه الأثناء رست الباخرة التابعة للجيش اللبناني التي كانت قد أقلت الإعلاميين في جولة بحرية في محيط مكان الانفجار، قد رست في قاعدة بيروت البحرية. الفرق الإعلامية الأجنبية والمحلية يعني توافدت بكثرة لمعاينة هذا الموقع. طبعا لم يسمح بالاقتراب من موقع الانفجار، الجيش كان قام بهذه الجولة على بعد أمتار قليلة، ولكن كانت المشاهدات واضحة من خلال هذه الباخرة أو الطراد البحري التابع للجيش اللبناني. وكان سبقه شرح ميداني مفصل من قبل قائد مجموعة البحث والإنقاذ في الجيش اللبناني العميد جان نهرة، البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت العميد جان نهرة، لكل العمليات التي تجري في مرفأ بيروت، علما أن العماد جوزيف عون كان قد كلف العميد جان نهرة بالإشراف، وقد كلف الجيش حصرا بالإشراف على كل هذه عمليات البحث والإنقاذ الجارية داخل مرفأ بيروت. يعني كنا قد قمنا بهذه الجولة الميدانية وشاهدنا بشكل مباشر وواضح الفجوة التي كان قد أحدثها هذا الانفجار الضخم، انفجار النترات، والتي قد انفجرت معه أيضا مواد أخرى محترقة كما كان قد أشير وكما كنا قد فهمنا من هذا الشرح الميداني. أيضا شاهدنا بشكل واضح الإهراءات التي كانت قد تحطمت من الجهة البحرية، أيضا بشكل من الواجهة البحرية قد تحطمت بشكل كامل، وذلك يعني بسبب الانفجار اللي هو يعني بشكل مباشر وعلى تماس جدا مع هذه الإهراءات التي يعني التي تلاصق أو التي كانت ملاصقة للعنبر رقم 12 الذي انفجرت في داخله المواد الكيميائية. أيضا يعني إشارة فيما خص موضوع الضحايا وعمليات البحث والإنقاذ، كان هناك تأكيد في خلال هذا الشرح أنه جرى العثور حتى هذه اللحظة على 4 شهداء من عمال الإهراءات، أحدهم مثلا توفي تحت سكة حديدية، تم العثور على جثمانه يوم أمس، ولكن الأعمال لا تزال جارية حتى هذه اللحظة لرفع هذه السكة الحديدية. هناك أيضا شخص آخر قد توفي داخل غرفة العمليات أو داخل المبنى، علما أن هذا المبنى يعني كان الموظفون في داخله وقد تدمر بشكل كامل على من كانوا في داخله. هناك 3 عسكريين في الجيش اللبناني مفقودين حتى هذه اللحظة. أما فيما خص فوج إطفاء بيروت فعدا عن الشهيدة سحر، لقد تم العثور على عدد من الجثامين يرجح أن تكون لفوج الإطفاء، ولكن طبعا معاينتها والتأكد من هويتها يعود للجيش اللبناني بفحص فحوصات الدي ان اي، ولكن يرجح أن تكون عائدة لفوج الإطفاء، لأنه بحسب تحديد البقعة الجغرافية التي كانوا يتواجدون فيها يعني يمكن أن ترجح هذه المعلومات وهذه المعطيات. كان الجيش اللبناني أكد باميلا بشكل واضح أن هذه العملية هي عملية إنسانية بامتياز، عملية الإنقاذ، وهي عملية دقيقة، وبالتالي هي تتطلب وقتا لأنه الردميات التي تساقطت ولا سيما من مبنى الإهراءات قد تساقطت على الضحايا، وبالتالي انتشال الضحايا هو عملية دقيقة جدا، وذلك أولا حفاظا على هذه الأجساد، وأيضا حفاظا على الأشخاص في حال كان لا يزال بعضهم على قيد الحياة، يعني حتى لا يحدث أي شيء يعني لعدم إيذائهم في حال كان بعضهم لا يزال على قيد الحياة، وبالتالي هذه عملية إنسانية بامتياز كما أكد العميد جان نهرة. أما عن المدة التي سيستغرقها هذا العمل أو هذه العمليات فلم يتمكن الجيش من تحديد ذلك، لأن كل شيء مرتبط بالمسح الميداني. عمليات البحث أيضا هي مستمرة داخل البحر في المياه اللبنانية، حيث لم يتم العثور حتى هذه اللحظة على أي من الأشلاء، وعن عدد المفقودين أيضا ليس هناك إحصاء دقيق، لأن الجيش يرتكز إلى المعلومات التي ترده من قبل الجهات المعنية التي قد تزوده بعدد المفقودين للبحث عليها، وبالتالي لا يمكن حتى هذه اللحظة تحديد عدد المفقودين لهذه اللحظة. إذن في المحصلة
يمكن القول بحسب ما وصفته مصادر أمنية رفيعة عن مرفأ بيروت أن مرفأ بيروت في الداخل تحول إلى شبه ساحة حرب، وهي ساحة محترقة، وهي يعني بقعة باتت محترقة بالكامل. وطبعا يعني سنرى تفاصيل إضافية حول ما جرى في هذه الجولة وحول المعاينات والمشاهدات التي رأيناها في هذه الجولة في تقرير مفصل في النشرة المسائية. نستمع إلى أبرز ما جاء في كلمة العميد جون نهرة. فيل وهيك مثل ما عارفين حيلنا شغلة شو ما كان، وأكيد كانت أمنيتنا نحن أكيد يكون شغلوا الشباب بشكل حرفي، ويا ريت بتقدروا تتفرجوا هلا وتشوفوا كيف البوكلين كيف عم تشتغل بكل حرفية، تشتغل نت صغيرة هيك. نحن بنحس على راس الجرافة في شيء يمكن مثل علم شيء صغير مثل ماء إذا بدك أو شيء سائل، منوقف مننزل ساعدونا الكلاب مثلا اللي يجيبون الروس والفرنسوية يشموا ريحة نرجع نقعد نبحث على مهنة. ووقت نلاقي انه معقول تكون قريبة بعيد من هون الجتة ينزل العسكر بايده يبحث، لانه يمكن تكون الجرافة ويمكن يكون طيب ما بتعرفي. فهيدي عمل بده يكون تقني ومحترف تقني ومحترف وانساني، ما فيك كمان تطلع من العمل الانساني لو بده ياخذ معنا وقت. يعني انت شفتي البارحة بالليل الأوديوم دواية والعسكر قاعد على نازل والجرافة عم تشتغل، تبي الجرافة ما بتشتغل لوحدها، في حد منها واحد على طول عم بيراقب عم بيشوف ما تكون عم تشيل أو ما تكون عم تأذي أو ما تكون عم بتكون تطلع بطريقة غير إنسانية. أما بغرفة العمليات أو بالمبنى عيادة الأهرقات إذا بدنا نقول أمرة الأهرقات، في 8 أشخاص، شلنا 4، 3 امبارح أولت امبارح، واحد امبارح بالليل لما طلع أول انفجار هم كانوا بالغرف موزعين كل واحد بغرفته، ركضوا كلهم على المنور تبع الدرج أو على المنور اللي موجود حضره الأسانسور. كل ما عم ننزل عم نلاقي الجتر يعني بين الجتة والجتة متر، اللي هم هربوا بعد أول انفجار. شلنا 3 جتر وامبارح بالليل شلنا جبته اللي تعبنا. لو صار الانفجار دفعة واحدة كنا عم ننسي نحن ومدير الأهرقات، كنا قدرنا كل شخص عرفنا وين هو لأن كله معروف وين بيكون، بس بمجرد حصول أول انفجار ما قدرنا نعرف بأي محل من المبنى. والمبنى بتعرفوا مبنى الأهرقات كله بيتون بروت، وفي 3 أهرقات قلبين فوق اللي سمكتهم 40 سنتي بيتون أرمي بطون مسلح كمان جايين فوق المبنى تبع القياده تبع الاهرام، وهذا كثير عم بيعذبنا تنقدر نوصل. ومثل ما حكى العميد جون نهرة عم نشتغل بكثير بشكل كثير دقيق وبشكل كثير حساس، لأن اليات ضخمه بمجرد ضربه وحده يمكن ما بتلاقي حدا بيروح بين الردم وبين الدرة وبين الحديد. بقى هيدي الزون اللي مركزين عليها اللي هي غرفه العمليات وقياده الاهرام، ليل نهار 24 على 24 عم نشتغل هونيك كل الجرافات كل اليات الجيش طبعا فوج الهندسه وطبعا فوج الاشرار بهالمنطقه، بشكل انه الليفيه تبع عم يدقوا ببعضهم الليفيه تبع الحفارات. كشف المتحدث باسم شركة موزامبيق لصناعة المتفجرات في حديث لشبكة CNN أن شحنة نترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت كانت تخص الشركة وكانت في طريقها من جورجيا إلى موزامبيق لكنها لم تصل، موضحا أن الشحنة التي كانت مخصصة لصناعة متفجرات لشركات التعدين في موزامبيق تمت مصادرتها واحتجازها في ميناء بيروت منذ حوالي 7 سنوات. هذا وكشف قبطان السفينة تفاصيل الرحلة عبر تلفزيون أخبار العربي. وقعت عقد العمل وتوجهنا إلى مرفأ كترال بتركيا بالقرب من معمل توزلا حيث كانت السفينة بعد أن غادرها الطاقم، وبدا غريبا لي أن يستبدل الطاقم في الطريق. تبين لاحقا أنه لم يدفع لهم أجرهم. هذا عقد عمل باريس أصبح بموجبه قبطان سفينة روسوس ليبحر بها من تركيا إلى اليونان. توجهنا إلى ميناء بيري في اليونان حيث قمنا بتزويد السفينة بالمؤونة والوقود. تبين هذه الوثيقة
نية السفينة روسوس بقيادة القبطان باريس بروكاشف التوجه من اليونان إلى موزمبيق، إلا أن النية تغيرت. بعد أن بقينا نحو أسبوع في اليونان سألت المالكة إلى متى سنبقى، فأجاب عليكم تحميل شحنة إضافية، فلا يوجد لدي ما يكفي لدفع أجور عبور قناة السويس، ووجد المالك الشحنة الإضافية في بيروت. هذه الوثيقة قائمة بأفراد الطاقم وتبين توجه السفينة إلى بيروت بدل توجهها إلى موزمبيق. وصلنا إلى بيروت وكانت الشحنة آليات ثقيلة جدا للطرقات، وعندما تم تحميل الشحنة على سطح السفينة الصدي التوى سطحها فأوقفت الشحن. ثم جاء رجال الميناء وقالوا إنه لا يمكن شحن الآليات على السفينة، كما رفض الطاقم الإبحار خشية أن لا يدفع المالك أجرهم كما فعل مع الطاقم السابق. فأخبرت غريتشوشكين المالك بالأمر فقال حسنا، توجه إذا إلى لارنكا في قبرص لأتعامل مع الطاقم. إلا أن السفينة بقيت راسية في ميناء بيروت. لم تسمح سلطات الميناء للسفينة بالمغادرة لعدم سداد أجور الميناء، وتم حجز السفينة، ولم يسمح لي ولثلاثة من أفراد الطاقم بالمغادرة كي نشرف على السفينة. بقي باريس ومن معه على سفينة وصفها بالمتهالكة، محملة بشحنة خطرة نحو 10 شهور. غريتشوشكين لم يكن يدفع ثمن الغذاء ومياه الشرب، والطرف اللبناني كان يدفعها ولا أدري من أي مال. هكذا عشنا. وكتبت احتجاجا لمنظمة هيئة العمال الدولية ولقائد المرفأ ولوزارة النقل ولم يبالي أحد. يؤكد باريس أن سلطات المرفأ في لبنان كانت على علم بهذه الحمولة ورفضت مرارا تفريغها. كنت أرى كيف يتم تفريغ نترات الأمونيا من سفن أخرى، وقلت لهم تفرغون هذه النترات ولماذا لا تفرغون حمولتنا؟ تبدو مماثلة. وقيل لي إن ما يتم تفريغه تركيزه أقل، وذلك يسمح بتفريغه، أما حمولتنا فإنها ممنوعة لأنه يمكن تصنيع متفجرات بها، أي أنهم كانوا على علم جيد بهذا. وهل تم تفريغها بالنتيجة؟ تم تفريغه ولكن لم نكن هناك. وهل قال لك البحارة ذلك؟ علمت بذلك من المحامي الذي أوكلناه لإطلاق سراحنا. وما رأيك أنت شخصيا؟ كان ممنوعا على هذه السفينة دخول بيروت أصلا، وعندما أراد غريتشوشكين المالك استدعاء السفينة إلى قبرص كان عليهم وهم على علم أن يدفعوا له أموالا كي يزيل مصدر الخطر هذا من المرفأ، أما هم فحجزوا السفينة. هل هذا منطقي؟ بقي القبطان في بيروت إلى أن ظهرت شركة بارودي، شركة محاماة لبنانية، وتمكنت من إخلاء سبيل البحارة. قمنا ببيع جزء من الوقود وأوكلنا محاميا لبنانيا، وبعد 3 أشهر من توكيل المحامي قضت المحكمة بالسماح لنا بالمغادرة. أما السفينة فبقيت في ميناء بيروت، وحسب روايات البحارة من أصدقاء باريس غرقت حيث كانت راسية.
مشتري نترات الأمونيا لم يعلن عن نفسه أو لم يعلن عنه ولم يطالب بالشحنة، وكذلك الأمر بالنسبة لمالك السفينة. شحنة الموت لم تغرق مع السفينة ونقلت إلى العنبر رقم 12. أعلنت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر تمسكها بحصول تحقيق قضائي شفاف يكشف الحقيقة تمهيدا لمحاكمة كل من يثبت تورطه إهمالا أو فسادا أو إجراما في انفجار مرفأ بيروت. وأكدت الهيئة رفضها الحملة الشرسة والبشعة التي يشارك فيها نواب وسياسيون وإعلاميون على رئيس الجمهورية، وهي تندد بكل اتهام عشوائي سياسي بغايات سياسية رخيصة لا تحترم حجم المأساة وشعور الناس. كذلك ترفض الهيئة الحملة الظالمة التي يتعرض لها التيار الوطني الحر بتحميله من دون وجه حق كل ما يصيب الشعب اللبناني من مآس، تماما كما ظلم شابات وشباب التيار في 7 آب عام 2001 حين طالبوا بالحرية فكان السجن من نصيبهم. ورأت الهيئة أن الحكومة مدعوة إلى تحقيق الإصلاحات وأن مجلس النواب مدعو لمواكبتها، ولا سيما في موضوع خطة الإصلاح المالي والاقتصادي. أما إذا استمر التقصير فإن التغيير السياسي سيفرض نفسه حتما، وفي كل الأحوال فإن الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر تؤكد الانفتاح على أي مبادرة لإنقاذ الوضع، ولا سيما اقتصاديا وماليا، ولإعادة إعمار العاصمة. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أكد في مقابلة مع CNN، لكن قبل ذلك سننتقل إلى قصر بعبدة لمتابعة التصاريح من قبل الوفود الموجودة في قصر بعبدة. L'Union européenne pour la population du Liban. Nous sommes extrêmement choqués, nous sommes extrêmement bouleversés par l'ampleur de cette tragédie, par l'ampleur de ce drame. J'ai eu l'occasion, avant cette rencontre, de me rendre sur le site de l'explosion. J'avais eu l'occasion, avant ça, de voir des images à la télévision, de voir des photos, mais voir de ses propres yeux l'ampleur de cette catastrophe, l'ampleur de ce drame montre à quel point il y a une tragédie qui frappe de très nombreuses familles, et nos pensées sont d'abord pour les femmes, les hommes, les enfants directement affectés, des enfants qui ont perdu un papa, une maman, parents qui ont perdu un fils, une fille, et de très nombreuses personnes aujourd'hui sans logement, qui se retrouvent sans abri. Et le message que je veux donner aux Libanaises et aux Libanais, vous n'êtes pas seuls. L'Union européenne veut être à votre côté, pas simplement avec des déclarations, pas simplement avec des mots, mais avec des actes. Et c'est en ce sens que dans les heures qui ont suivi cette tragédie, très rapidement, des équipes européennes ont pu être déployées, mobilisées pour venir en soutien. J'ai eu l'occasion hier, en préparation de cette visite ici à Beyrouth, d'avoir de très nombreux contacts avec de nombreux leaders européens. Et tous m'ont indiqué leur détermination à être mobilisés pour le Liban, pas simplement à court terme, pas simplement pour faire face à l'urgence, mais aussi dans le long terme, quand il s'agira de travailler pour la reconstruction, pour soutenir les infrastructures, pour apporter des réponses à la population. Et puis enfin, nous mesurons bien que le Liban fait face et faisait face, avant ce drame, à de nombreux défis. Le Liban est un pays qui compte de très nombreux réfugiés. Nous mesurons bien quelles difficultés cela peut représenter pour ce pays. C'est aussi le sens du soutien que l'Union européenne apporte pour soutenir le Liban sur la question des réfugiés. Le Liban fait face à une crise politique, fait face à une crise économique également. Et puis ce Covid-19 qui frappe le monde entier, et le Liban n'y échappe pas. Et c'est donc pour laquelle nous avons aussi eu l'occasion, dans cet entretien, d'ouvrir le dialogue sur la question des réformes qui sont indispensables pour renforcer la gouvernance, pour faire en sorte que l'on puisse réformer le système financier, que l'on puisse faire reculer la corruption. Prendre des actions très résolues contre la corruption font partie des engagements, à nos yeux, qui sont importants dans le cadre d'un dialogue avec l'Union européenne et plus généralement avec la communauté internationale. Je ne manquerai pas, de retour à Bruxelles, de débriefer, de sensibiliser mes collègues européens, de tenter de travailler avec eux pour rester engagés dans un partenariat
partenariat concret, solide. Je ne manquerai pas également de m'entretenir avec la directrice du Fonds monétaire international qui, par son institution, peut aussi jouer un rôle en soutien macroéconomique, peut travailler aussi sur la capacité de travailler sur la question des infrastructures. Et puis, je dirais que plus que tout, par cette visite aujourd'hui, par cette présence sur le site de l'explosion, les pensées que j'ai aujourd'hui sont les pensées pour mes amis libanais à Beyrouth et ailleurs qui sont directement touchés, directement affectés. Je viens d'un pays, vous le savez, la Belgique, qui compte une communauté libanaise ou d'origine libanaise extrêmement importante. Et je sais qu'aujourd'hui, dans sa chair, le Liban souffre, le Liban a mal, Beyrouth a mal dans son cœur et dans sa chair. Et je veux dire aux amis libanaises et libanais que l'Union européenne est à vos côtés. Merci. إذن استمعنا مشاهدينا من قصر بعبدة إلى كلمة رئيس الوفد الأوروبي شارل ميشيل. ونتابع في النشرة، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أكد في مقابلة مع CNN أن الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية تخزين نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت لمدة 6 سنوات، وقال إنه إذا أثبتت التحقيقات أي دور أو علاقة لحزب الله بالأمونيوم والانفجار يجب محاسبته. Abide by an investigation, a transparent and effective investigation. But in all cases, I repeat, there is negligence. And administratively and judicially, there should be an accountability for those who allowed and permitted for a long period of time, 6 years, the presence of such dangerous and hazardous material in the right. port of Beirut, in the heart of the city. It is widely accepted that Hezbollah have significant influence over the port where that huge haul of ammonium nitrate was stashed. And most people we've spoken to find it inconceivable that authorities did not know that that ammonium nitrate was stored in that warehouse. Hezbollah are an ally of yours. Should they be held accountable? First, the authorities cannot say that they didn't know. Of course, they knew there were reports, many reports were revealed in the last 2-3 days that they knew and they warned. So no one can neglect the fact that the awareness is there. Now, if Hezbollah proves to be involved in this, of course he should be held accountable. If he is responsible one way or the other, if the investigation will prove this, he should take his part of responsibility and be held accountable. Now we are talking of city, of the capital of Lebanon that has been devastated. People were killed, people were injured, and this cannot be, forgiven. This is a chance for Lebanon to restore the state of the law. This is the chance for Lebanon to prove that he is willing to change. This is the chance to say that justice is above all. So this is not an act that can be disregarded. أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال الصلاة لراحة نفس الأمين العام لحزب الكتائب نزار ناجاريان الذي قاد في انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي استقالة نواب حزب الكتائب من مجلس النواب قائلا: سننزع ورقة التين عن المنظومة نحن وبعض الشرفاء. في إنازو رفاقك أخذوا قرار اليوم الصبح بالاستقالة من مجلس النواب ونشيل ورقة التين عن هيدا المكان اللي موجود هون يلي كنا بعد هيك نحن مع كم آدم رح يستقيلوا كمان اليوم بعدنا منشكل ورقة التين عليكم هيدي ورقة التين رح نشيلها في إنازو نحن منتقلين إلى المواجهة مع كل اللبنانيين شرفاء لأنه ما رح نقبل يلي صار مبارح إلا ما يكون نقطة فاصلة بتاريخ لبنان والشعب اللبناني ياخد حقه إن كان مسلم أو مسيحي يتمكن بأنه يبني لبنان أحلى لأولادنا نعيش بسلام ببلد حر سيد مستقل. هذا وأعلنت النائب بولا يعقوبيان خلال مقابلة لها على CNN على شبكة CNN قرارها بالاستقالة من المجلس النيابي.
أما الآن ننتقل إلى محيط المستشفيات الميدانية مع الزميلة ريتا تانيوس. ريتا يعطيك العافية، ضعينا في أجواء سير عمل هذه المستشفيات الميدانية. نعم، يعني في ظل هذه الأزمة الأليمة الكارثية اللي عم بتعيشها بيروت المنكوبة، لحسن الحظ عم بيتلقى لبنان الكثير من المساعدات من الدول العربية والدول الغربية يلي عم تجي عن طريق طيارات وغيرها. من أبرز هذه المساعدات هي الطيارات الروسية اللي حملت كافة الأليات والتجهيزات لإنشاء مستشفى ميداني روسي في الساحة الخارجية للمدينة الرياضية يلي نحن موجودين فيها. هلا رح نقوم بجوله سريعه بهالمستشفى الميداني لنشوف، يعني مثل ما شايفين بالصوره بعدسه الزميل بسام، في وحدات مقسمه كل وحده منها مخصصه لخدمات استشفائيه معينه. كمان رح يكون معنا متطوعين رح يخبرونا ويشاركونا بهيدي الجوله، يخبرونا كيف عم بتصير هيدي الخدمات الطبيه والمخبريه. نعم، حضرتك من المتطوعين؟ اسمك عمو؟ جورج فرح. نعم، خبرنا أكثر عن المستشفى الميداني الروسي اليوم. بالنسبة هو الحكيم أفضل إنه يحكي، كان بترجم لك. أوكي، بدنا نسأل كم متطوع أنتم هون على الأرض؟ إجمالا كم متطوع؟ في كتار، ما مش معدودين يعني، لأنه في منهم أصلا بتجي وبتروح يعني، حسب عاملين مثل بروجرام بين بعض. شو الخدمات الاستشفائية اللي عم تقدم بالمستشفى الميداني؟ فينا نعمل يعني في قسم للجراحات، في قسم للفحوصات، يمكن الخدمات الطفيفة، خبرنا أكثر. مزبوط، كل هدول موجودين، وفي حتى البي سي ار فيكم تعملوه كمان مجانا هون كنو. نعم. بس اليوم التنين رح يرجع، اليوم خلصوا، اما التنين رح يبلشوا يقولوا وين باي كلينيك فيكم تعملوا هذا الفحص. في قسم مخصص لاجراء فحص كورونا بشكل مجاني؟ المنطقه هون بمجاني، مش مجانيه. نعم، عم يجي كثير اشخاص يعملوا فحص. اكيد اكيد اكيد. طيب خلينا هلا نعمل جوله على المستشفى اذا فينا، يعني اكيد بدنا ان نشوف نعرف شو الخدمات الاستشفائيه اللي عم بتقدموها. اوكي، يعني نحن بهذا الوقت رح نشوف الوحدات. МЧС, отряд от Центраспас. Меня зовут Виктор, я сам врач-анестезиолог, реаниматолог. طبعا الطبيب روسي ورح يكون في ترجمة فورية للغة العربية. اوكي، عم بيقول لك اسمه، الاسم عفوا، باشا ايميا؟ فيكتور. فيكتور. هو حكيم روسي وبيشتغل هون، وهو حكيم بنج اجمالا. وراح يعطيك فكرة عن المركز الطبي. نعم، بنقوم بجولة سويا. اوكي، ميرسي. Мы можем посмотреть с этой стороны, значит, со стороны развернуто некоторые определенные отделения. Это диагностические модули, это модули операционные, перевязочные, а также жилые модули, где находится личный персонал. Я думаю, что في استعلامات وفي عمليات وفي نельзя ممنوع الفوت لجوا. عفوا، نحن يمكن عم نفوت على وحدات ممنوع نصورها، رح نضل يعني بالميلة الخارجية. نعم، إذا هيدي وحدة الاستعلامات، قدام شو عم تشوف؟ في عمليات. هلا لأنه في مرضى يعني، عرفتي لي كيف، مشان هيك ممنوع يفوتوا لجوا. الحالات اللي عم تجي عم بتكون خطرة نسبيا؟ Она меня спрашивает, если врачи, ну, как, люди, которые больные, они очень опасны, проблема большая. Здесь, скажем так, мы ведем прием как и амбулаторных пациентов, так и пациентов, связанных с различными патологиями. Вот, поэтому, можно сказать, бывают разные пациенты. Там сейчас просто прием для пациентов. Да, айдилу басла басам. Басам? 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 Яни, нахна, имки. ريتا، واضحة الصورة من محيط المستشفيات الميدانية، شكرا لك على نقل هذه الصورة. نعم. ردا على ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن المديرية العامة لأمن الدولة رفعت تقريرا إلى رئاسة الحكومة يتعلق بشحنة نترات الأمونيوم بتاريخ 10 كانون الأول 2019، أوضحت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع أن هذه المعلومات المدسوسة عارية عن الصحة،
وأكدت أنها بصفتها المرجع الذي يتلقى ويحيل لرئيس الحكومة التقارير الأمنية لم تتلقى أي رسالة بهذا الخصوص باستثناء تلك التي وردت بتاريخ 22 تموز 2020 وقامت بإجراء المقتضى وإحالتها بناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء إلى وزارتي العدل والأشغال العامة والنقل بتاريخ 24 تموز 2020 لإجراء المقتضى. فاصل ونعود لمتابعة النشرة. أهلا بكم من جديد. وصل 22 صهريجا عراقيا إلى الحدود اللبنانية في المصنع محملة ب 800 ألف لتر من الغاز أويل كمساعدة من الحكومة العراقية إلى لبنان. وأكد المتحدث باسم الوفد العراقي أن العراق سوف يساعد لبنان في كل المجالات التي يحتاج إليها، ولبنان بلد شقيق. وشدد وزير الطاقة ريمو غجر على أن قافلة المحروقات العراقية ستتوجه إلى كهرباء لبنان، والمحروقات ستستعمل للتغذية الكهربائية، مؤكدا أن استيراد الكميات الكافية من النفط من العراق لا يمكن أن يكون من خلال البر. نحن اليوم حسب المعمل اللي بتستعملوا فيه، يعني اليوم معمل 500 ميجا وات يمكن بيستهلك بحدود 700 إلى 800 أو 1000 لتر بالنهار، سو حسب قديش بتستعملها وين بتستعملها. معمل أصغر يعني بتاخد فيك ممكن تضاين لشهر. الوجهة نحن منفضيهم بمعمل الزهراني لأنه في عندنا كاباسيتي إنه نعمل لهم ستورج هونيك، ومن معمل الزهراني فينا نوزع على عدة معامل، فينا نستعملهم بمعمل الزهراني. نحن اليوم رايحين على المنشآت، من المنشآت فينا ناخذهم على معمل الزهراني، على معمل صور. أبا تتهرب لوين؟ هيدي مواد لا كهرباء لبنان، مش للبيع، يعني هيدي رايحة على خزانات مخصصة لكهرباء لبنان. كشفت محطة إذاعية مكسيكية أن الملياردير المكسيكي من أصول لبنانية كارلوس سليم سيساعد في إعادة بناء مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي دمره قبل أيام. وفي مقابلة تلفزيونية قال رئيس المركز اللبناني في المكسيك أمين كرم إن جمع التبرعات من أجل مساعدة لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية عميقة بدأ قبل انفجار مرفأ بيروت المأساوي، ولا يزال هذا العمل مستمرا. وأضاف فإن المركز يخوض حملة من أجل إرسال مساعدات إلى فرع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، وهناك رجال أعمال يبحثون عن إمكانيات لإعادة بناء ميناء بيروت، مؤكدا أن كارلوس سليم الذي يعد من أكثر الناس ثراء في العالم سيساعد في تمويل إعادة البناء. عطفا على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن التحويل المالية الواردة من الخارج ستسدد بالدولار لغاية 12 آب 2020 فقط، يهم شركة OMT التوضيح أنه تنفيذا للتعميم الوسيط رقم 566 الصادر عن مصرف لبنان في 6 آب 2020، باشرت الشركة تطبيق القرار بدءا من 7 آب 2020 وتسليم هذه التحويل نقدا وبالدولار الأمريكي حصرا، علما أن هذه الخطوة لن تتوقف في 12 آب 2020 كما هو متداول بشكل خاطئ. مع هذا الخبر مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النشرة، ولكن سنستمر بالنقل المباشر مع باقي الزملاء. ابقوا معنا.